بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم مع تمارين في الاهتزازات مع المحور الثاني الخاص بالاهتزازات الحرة الغير متخامدة. اليوم إن شاء الله نبدأ في التمرين الثالث. في هذا التمرين طبعا من كل تمرين هو كاين هدف في الحقيقة، خطرة نقوله خطرة ما نقولوش، ولكن من كل تمرين عندنا هدف، حابين ليتيديون يتعلم حاجة، معناها حابين ليتيديون يتعلم حاجة من هذا التمرين. في هذا التمرين حابين ليتيديون يتعلم كيفاش يحسب لينيرجي سينيتيك دون لو كا ديرولمون سون غليسمون، ويتعلم بعض الحالات الخاصة اللي كاينة فيه. إذا لينونسي دو ليكزيرسيس يقول لا ماس ام دو لا فيغور 2-3، هذه 2-3 بارابول البوليكوبي اللي تلقاوها في السيت، دونك هنا ماشي مكتوب 2-3. يفيكسي على الاكستريميتي دون تيج او ا. اذا عندنا اون ماس ام، هذه هي فيكسي في الاكستريميتي دون تيج او ا، هذه لاتيج تاعنا، هذه لاتيج، في لاتيج تاعنا في لو بوان ا، هاوليك لو بوان ا، في لو بوان ا عندي بين لو بوان ا، في لو بوان ا عندي اون ماس بونكتويل. لا لونغور دو لا تيج هذه هو ال، اي دو ماس نيجليجون، دونك ما عندهاش ماس، دونك ما عندهاش انرجي سينيتيك. لا تيج، ما عندهاش انرجي سينيتيك. لا تيج اي سودي او بوان او، دونك لا تيج راهي مسوديه في لو بوان او هذا. Centre d'inertie d'un cylindre de masse m, donc le cylindre a une masse grand m et de rayon r. Le cylindre peut rouler sans glisser, donc on dit un roulement sans glissement. Rien que comme roulement sans glissement, on dit une phrase comme le centre est déplacé. Quand on dit comme un cylindre en roulement sans glissement, donc le centre de gravité interne, il dit un mouvement de translation. Et dit aul hadjus mutbadar dhihkum li anakum tahtajouha min ba'd. Sur un plan horizontal, à l'équilibre, la tige est verticale. Donc, à l'équilibre, à l'équilibre, à l'équilibre, à verticale. En bas, qui est le mouvement, c'est cylindre qui dort, il dort avec le cylindre qui dort, il dort avec la tige. Ça. Donc, on a l'hypothèse de faible oscillation. Bien sûr. On a dit que je vais le faire. Pour des faibles oscillations, نعاود نذكركم باللي السينوس تيتا ايتيغال تيتا، لو كوس تيتا لو ان موان كوس تيتا، ولا لو كوس تيتا يساوي ان موان تيتا كاري سيغ دو. صح. الان هذه بور دي فابل اوسياسيون. السؤال الاول، تروفي لينرجي سينيتيك لينرجي بوتنسيال دو سيستم. اذا حنا كالعادة نقسمو التمرين تاعنا المقاطع صغار، في كل مقطع نتريتو قضية معينة يصب التركيز عليها باش ما يتشتتش الذهن وما يجيش الفيديو طويل. إذا في هذا المقطع الأول راح نشوفو كيفاش نحسبو لينيرجي سينيتيك، صح، ثم فيديو آخر نحسبو لينيرجي بوتنسيال، ثم نجاوبو على السؤال الثاني في فيديو آخر إن شاء الله. اليوم قلنا نحسبو لينيرجي سينيتيك، دونك تي لينيرجي سينيتيك كيما قلت لكم دائما نقسموا لو سيستم جلوبال تاعكم دي سو سيستم صغار باش تقدر تحسب لينيرجي سينيتيك. اذا شكون هما هذه لينيرجي سينيتيك دو سيستم تو سو؟ عندي لينيرجي سينيتيك دو لا ماس دو لا بوتيت ماس ام، وعندي لينيرجي سينيتيك دو سيلندر. دونك لينيرجي سينيتيك دو سيستم راح تساوي تي تاع بوتيت ام زائد تي تاع كرون ام، لانه عندي لينيرجي سينيتيك تاع لا بوتيت ماس وعندي تاع لا كرون ماس. نجي نحسب تاع السيلندر هي سهله، ثم نرجع لا بوتيت ماس لانه فيها انرجي صغير. تبعوني، لو سيلندر، لو سيلندر راه يدير رولمون سون غليسمون، دونك لينيرجي بوتونسيال تبعوني كي العاده تساوي ان دومي ام لا فيتاس او كاري d'un point P, un point qui m'a terminé, zaïd
1 demi. L'angle d'inertie C par rapport au point P. Le cylindre, باش راه يدور, بتيتا. Donc, θ point au carré. Donc, on prend le choix تاع le point P. لازم تخير un point. حنايا مادام عندنا R le sans glissement, donc نضطروا نخيروا le point O. Ou le point اللي هو le point instantané de rotation. إما نخيروا le point هذا, إما نخيروا le point هذا. حنا de préférence نخيروا le point O. هو اللي جينا ساهل. إذا دونك حنا le point P. Le 2 هو le point O. Donc, l'énergie cinétique du cylindre, ou les 1,5, 1, la vitesse sur le point O au carré, Z est 1,5, le moment d'inertie par rapport à O, θ point au carré. Alors, je indique le point O. Et nous, le point O, c'est le centre de gravité. On marque la taille. On a 4 bines là, quelque part. Au point O, centre d'inertie du cylindre. Et donc, on dit le centre d'inertie du cylindre, le point O. Et donc, le moment d'inertie, on l'estime facilement. On l'estime facilement. Et c'est ça, c'est un choix de point O, un choix de point O. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, il faut que l'on puisse l'estime cinétique, il faut que l'on puisse la vitesse sur le point O. ولازم نحسب لو مومون دينيرسي تاع لو بوان. بون لو مومون دينيرسي تاع السيلندر معروف, نبداو به معروف, هو ان دومي ام اروكا. دونك لو مومون دينيرسي تاع السيلندر معروف صح. بقات لنا لا فيتيس دو ديبلاسمون تاع لو بوان او. بقات لنا la vitesse du déplacement vers le point O. Le point O avec le déplacement vers O. Donc, on voit le XO. Donc, V, il y a V, il y a la dérivée par rapport au temps vers XO. Donc, il y a la dérivée par rapport au temps vers مادام عندي الرولمون سون غليسمون, لا كونديسيون دو رولمون سون غليسمون واش تقول؟ سمحوا لي طلع شويه. فوالا لا كونديسيون نكتبوها هنايا. دو رولمون سون غليسمون امبوز باللي اكس بوان او تاع لو بوان او لازم يساوي ار θ point. Donc, هذا au carré, وهذا au carré, وهذا au carré. Donc, la dérivée هذه, تاع le point O, هي هذه هي. Donc, تساوي, la dérivée تاع XO, هي X point O, هي R θ point au carré, جيني. Donc, la vitesse تاع le point O, هي R θ point. On va ندخلوها au carré. دونك لينيرسي سينيتيك تاعنا واش راح تجيني؟ تبعوني, راح تجيني ان دومي ام, ان دومي ام ار او كاري تيتا بوان او كاري زائد ان دومي لو مومون دينيرسي هو ان دومي في حد ذاته ام ار او كاري تيتا بوان او كاري. هذه الانرجي سينيتيك تعمل تاع لو سيلندر صح. دونك نقدروا نخرجوا ان دومي اون فاكتور, نخرجوا تيتا بوان اون فاكتور, تبقى لي هنا ام ار كاري زائد ام ار كاري سور دو. دونك نقدر نكتب تي ام يساوي ان دومي 3 ام R au carré sur 2 θ point au carré. Ou هذا يستلزم نكتبوها بالزرق انه
بصح ماشي دوك نكتبوها خلوها غير هكذا في الاخر يخرجوا ام زيرو لانه هذه مازال نزيدو نحسبوا الانرجيتيك تاع نتاع لا بوتيت ماس. اذا هذه فقط الانرجيتيك تاع السيلندر. الان نروحوا نحسبوا الانرجي سينيتيك تاع لا بوتيت ماس. صح الانرجي سينيتيك دو لا بوتيت ماس واش تساوي؟ تساوي ان دومي ام لا فيتاس تاع ان بوان او كاري زائد لو مومون دينيرسي تاعها بارابور ان بوان تيتا بوان او كاري. صح نجو نخيرو لو بوان دوكا. دوك واش من بوان نخيرو؟ تبعوني دوكا نخير لو بوان ا على جال ا. A représente quoi? Le point P. On va dire A. Ou à l'âge. On a dit A. Ou A. Le centre de gravité. Mais d'abord le centre de gravité. Donc le moment d'inertie par rapport au centre de gravité. D'une masse ponctuelle. On est égal à zéro. Donc on va éliminer comme ça. Donc on va éliminer comme ça. Et ça justifie le choix. T'as le point A. إذن الإنرجي سينيتيك راح ندوها تي تساوي ان دومي ان لا فيتاس تاع لو بوان ا اوكال. دائما ما تنساوش انه عزم عطالة نقطة مهملة نقطة كتلة نقطية مهملة الأبعاد بالنسبة لمركز عطالتها يساوي الصفر لأنها مهملة الأبعاد. دونك ريون تاعها يساوي الصفر لا لونغور تساوي الصفر. تكتب ان زيرو اوكاري تكتب ام ار كاري سير دو مثلا ام فوا زيرو دونك بالنسبة ليها صفر. بالنسبة لنقطة واحدة أخرى بعيدة عليها كاين به ويغنز صفر زائد لو تيرم هذاك. دوكا لازم نخرجو لا فيتاس دو بوان ا. لا فيتاس تاع لو بوان ا ولا بود هي لا ديريفي تاع اكس ا. إذا لازم نحسبو لو اكس ا. لازم نحسبو لو اكس ا. شكون هو لو اكس او ا؟ هاو لو اكس او ا جماعه هي كانت هنا شوف ثم كي الدور سيلندري بعد ولكن لا ماس تاعو ترجع للور لانه هو كي يدور يدور الاخرى بهذا الاتجاه. دونك هي كانت هنا ثم كي دار تولي للور دونك المسافه تنقص. اذا واش عندي لهنا؟ هذا هو اكس او ا تبعوني وهذا اكس زيرو عفوا وهذا x0 x او اللي حسبناه من قبل. هذا نعرفوه بلي ار تيتا. هذا نعرفوه بلي ار تيتا نعرفوه من لي طاب الاولى. وهذا هذا هنايا عندي هذه ال. دونك الانتقال هذا اللي ترجع به اللور هو ال سينوس تيتا. رانا نشوفوا بلي عندنا مثلث هنايا شوفوا معايا هذه ال هذه تيتا وهذا هو سموه اكس مانيش عارف انا اكس وخلاص اكس بريم ولا راح يساوي ال سينوس تيتا ويساوي طبعا ال تيتا لانه عندي ديفابل اوسياسيون. اذا نقدر نقول بلي اكس زيرو اكس زيرو راح يساوي اكس ا بلس هذه ال تيتا. دونك اكس ا هو x o انا نقول 0 هو o موان ال تيتا. دونك x a راح يساوي r تيتا اللي هو هذا ناقص ال ال تيتا. دوكا نقدر نخرج x a راح يساوي r موان ال تيتا. يستلزم لا فيتاس تاع البوان ا اللي هي لا ديريفي تساوي ار موان ال تيتا بوان. دونك لينرجي سينيتيك تي ام تساوي ان دومي ام ار موان ال او كاري تيتا بوان او كاري. دوكا بعد ما حسبت
تاع لو سيلاندر وتاع لا بوتيت ماس نروح نحسب لينيرجي سينيتيك توتال. لينيرجي سينيتيك توتال كان عندي تي ام اذا تشفى وحسبناها خرجت لي ان دومي 3 ام ار او كاري سور 2 تي طاب مو كاري وخرجت لي بوتي تام ان دومي ام ار مو ال او كاري تي طاب مو او كاري. لينرجي سينيتيك دو سيستم تساوي نخرج ان دومي اون فاكتور خرج تيتا بوا او كاري اون فاكتور تبقى لي 3 ام ار او كاري سور 2 زائد ام ار موا ال او كاري. هذه سي لينيرجي سينيتيك دو سيستم. هذه هي لينيرجي سينيتيك دو سيستم نتاعنا. لهنا لاحظوا انه لينيرجي سينيتيك هذه اللي فونكسيون دو لا لونغور دو لا بار. على جال لو كان لا لونغور دو لا بار ايماجينيو ال ايماجينيو معايا ال تساوي ار دونك لو تيرم هذا يروح بزيرو. اذا لو كانت الكتله هذه في محيط السيركل ايماجينيو الكتله كانت هنا ديروا فراسكم بلي ما يكون عندها حتى تاثير في الانرجي سينيتيك لانه هذا لا بارتي كامله غادي تروح بالصفر دون سوك. اذا تخيلوا معايا انه الموضع تاع لا ماس وين تحطها بين او ار او بين الاو والار او خارج ار كله يلعب دور على الانرجي سينيتيك. احيانا لو يكون ار نزيد نعطيكم حاله واحده اخرى تخيلوا معايا ار اصغر من ال الانرجي سينيتيك راح تنقص لانه هذا يجيك بالسالب. ولو ال يكون اصغر من ال ولو ار يكون ولو ار يكون اكبر من ال اذا كان اكبر عليه راح تجيك موجبه دونك راح تضيف الانرجي سينيتيك تضيف الانرجي سينيتيك لو سيستم. اذا الفايده واش هي انه ماشي مجرد انه تزيد ماس مع السينيتيك تزيد لا قادر تكون عنده السينيتيك تزيد له اي ماس تنقص من السينيتيك تاعو على حسب الموضع نتاعها. اذا الى هنا وصلنا الى نهايه هذا الجزء الاول. الى الجزء الثاني ان شاء الله استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.